بسم الله الرحمن الرحيم. كان اجتماعنا اليوم مناسبة باش نناقشوا يعني التقدم ديال تنزيل مختلف المحاور إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة تنفيذا لتعليمات صاحب جلالة الله يرحمه، وهو نعتبره تقدم إيجابي في عديد من الجوانب والقطاعات. طيلة هذه المدة جميع القطاعات الحكومية كانت متجندة واشتغلت بجدية وبدينامية متواصلة، والدولة وفرت كافة الظروف لتسهيل إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي وتراخيص إعادة البناء ما فوق من المساعدة يعني التقنية المجانية. إلى حدود اليوم تقدم أوراش البناء كيخص تقريبا 49,632 مسكنا، من بعد ما أصدرت السلطات المعنية تقريبا 55,000 ترخيص. الدعم ديال 20,000 درهم المخصص لإعادة البناء والتأهيل وصلنا فيه حاليا للدفعة الرابعة بالنسبة للأسر اللي وصلت لمراحل متقدمة في عملية بناء المساكن ديالها. وكتعرفوا بأن الدولة كتقول بلي كيتعطاو البلان، كيجيو الساكنة كتبني، بلي كتبني كنعطيوها التصبيق الاول، بلي كتوصل لهذاك الثمن ديال التصبيق كنزيدوا لها الثاني الثالث الرابع. دونك حنا اللي كنطالبوا انه في واحد العدد ديال الاسر انهم يسرعوا بالبناء ديال المنازل ديالهم. الشيء اللي مكن انه واحد العدد كبير ديال السكنه وصل 25%، كاين اللي وصل 50%، وكاين 1000 مسكن ديال الاسره اللي هي عرفت نهاية الأشغال وإعادة البناء وتأهيل ديال المنازل ديالها. صرفنا أيضا 11 شهر من 12 أصل ديال 12 شهر ديال المبلغ 2500 ديال الدرهم مخصصة كدعم شهري لفائدة 63,862 ألف أسرة. كل شهر كتاخذ 2500 ديال الدرهم ديال الدعم اللي هو كان يعني لمدة ديال 12 شهر. والحمد لله كملنا في هذه المدة تنزيل عدد من المشاريع القطاعية، واقتربنا باش يعني نستكملوا البقية. انتهينا من تأهيل 54 كيلومتر من المسالك القروية، وتقدمنا كذلك بشكل كبير في تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 اللي هي كتدوز على ثلاث نعقوب وكتوصل لتاودات، كتهبط الحوز بتاودات واللي بدات فيها الأشغال، وكل شيء يعني لي زابيل دوفا تعطى، والشركات كتشتغل ما بين 5% تقريبا لافونسمون على حسب يعني التقطيعات ديال لي مارشي حتى تقريبا 50%. وقمنا كذلك باستكمال عملية توزيع رؤوس القطيع وكذلك الشعير على الفلاحين، حيث تم تغطية جميع الحاجيات ديالهم. في قطاع التعليم 111 المدرسة هي الآن جاهزة للاستقبال التلاميذ برسم الدخول. هذه التبنات اللي كانت تحت والتبنات غادي تزاد عليها 58 مدرسة في نوفمبر 2024، وتزاد عليها 52 فيفريي، وغادي يكون إن شاء الله هاد المدارس اللي تكلمت عنهم غادي يستقبلوا تقريبا 19,000 تلميذ طالب يعني بلي غادي في هذا الدخول المدرسي ان شاء الله، مع العلم انه 1287 مدرسه اللي فيها واحد لي ترانسفورماسيون، فيها يعني اصلاحات اللي خصها تكون، وكاين فيها اللي خصها تكون فيها البنايات اما بارسيال أو لا كاملة، اللي هي 1287 غادي تكون موجودة في الموسم الدراسي ديال الدخول ديالو في 2025-2026. على مستوى ديال القطاع ديال الصحة 42 مركز صحي الحمد لله انتهت الأشغال ديالو، وغادي تفتح ابتداء يعني من هاد الأسابيع المقبلة، وغادي يكون عندنا برنامج باش يشوفوا المواطنين يعني هاد التأهيلات كلها اللي تعملت في جميع يعني في جميع هاد المناطق. كذلك أنه كانت واحد العملية اللي هي جد صعبة واللي الآن تقريبا فتنا فيها 95% اللي هي لي ديبليمون، يعني تنقية ديال كل هذاك الشيء الدمار اللي طاح
انه خصو يتنقى وخصو يخرج من المكان ديالو باش الناس يقدروا يستعملوا الاماكن ديالهم. وهذا وصلنا فيه تقريبا 92-95% على حسب المناطق، وهذا شيء جد ايجابي اللي كيخلي انه الناس يمكن ليها تبني وعندها الامكانيات وعندها المسؤوليه ديال البني ديالهم. واللي فيه بعض الظروف بعض الاشكاليات وحنا يعني لقينا ليه الحلول ان شاء الله باش نزيدو ندفعوا باش هاد يعني التتبع يبقى مستمر حتى كل واحد فهاد الناس يدخل لدارهم ان شاء الله في المستقبل. وكما كتلاحظوا الحمد لله وتيره العمل هي مستمره ايجابيه وبجديه، وجميع القطاعات هي مجنده لتنزيل هذا البرنامج ديال اعاده البناء وتاهيل هذه المناطق باحسن الظروف اخذا بعين الاعتبار التعليمات الملكيه الساميه ديال سيدنا الله ينصره. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.